عاش طفولة صعبة وكان شغالكم سري وشوية تباع على ميكروباص وهو صغير، وفضل على الحال ده لمدة 3 سنين وكان بيقبض باليومية. بس من الواضح ان الظهر لعب معها على الاخر وبقى يعمل حفلاته في العالمين وبياخد في الساعة ملايين. بدأ مشواره الفني وهو طفل صغير وكان بيحب يروح يغني في الافراح والموالد، وكان وقتها بياخد 10 جنيه وساعات ممكن يوصلوا ل15 جنيه، وكان بيساعد بيهم دايما في مصروف البيت. واول شريك ليه ما قبضش فلوسه. احنا النهارده بنتكلم عن رضا البحراوي اللي استقبل من كام يوم مولده الجديد ريان، وده الابن رقم 8 للبحراوي. بس هيفضل السؤال اللي الكل عاوز يعرف اجابته، هو ليه رضا البحراوي كان مصمم انه يبقى عنده عدد العيال الكتير ده؟ هو بيحب العزوة ولا كان عنده عقدة من وهو صغير كملت معاه لحد ما كبر وبسببها حب انه يخلف كتير؟ هو اتمنى عيال رقم كبير ويخض ناس كتير، بس هو من زمان وهو كان عاوز يعمل عزوة وعيلة لنفسه ويخلف عيال كتير يكونوا سند ليه لما يكبر، وطلع قال الكلام ده في برامج ولقاءات كتير. عشان كده اتجوز مرتين عشان يكبر العيلة ويبقى العيال حواليه على طول. بس تعالوا كده نعرف شوية اسرار في حياة ايقونة الاغنية الشعبية في مصر في الفترة الأخيرة. رضا البحراوي بدأ الغنى في طنطا في البلد اللي اتولد فيها، واللي اكتشفه وقتها هو المنتج والمخرج طارق عبد الستار اللي بيشتغل حاليا معاه مدير أعماله وكان متجوز أخته. رضا وقتها كان بيلعب بلي مع العيال في الشارع زيه زي أي طفل في سنه، وشوية وبدأ يغني للعيال، وكان طارق معدي بالصدفة ونده عليه وقال له صوتك حلو قوي واداله 10 جنيه. البحراوي فرح قوي بيها وطلع على بيتهم يعرف اهله اللي حصل، ومن هنا وهم اكتشفوا انه فعلا مشروع مطرب وبدأ يغني ويبقى مشهور في نطاق طنطا وبيطلب في افراح كتير. بس عشان كان سنه لسه صغير كان ابوه بيروح معاه في اي فرح او اي حفلة هو هيغني فيها وما بيسيبوش لوحده، وكان بيقبض في الليل 10 جنيه، ولو الفرح الناس اكابر شوية كان بيقبض 15 جنيه. البحراوي من صغره وهو عارف يعني ايه يشيل مسؤولية، عشان كده كان مقرر من زمان ان الفلوس اللي هيشتغل بيها هيساعد ابوه بيها ويشارك في طلبات البيت، وهو يرد جزء من اللي ابوه بيعمله عشانه وانه رايح وراه في كل مكان. لحد ما في فترة من الفترات ابوه تعب وما بقاش يقدر يحضر معاه المناسبات. بس بعدها الظهر لعب مع البحراوي وسجل اول شريط كاسيت بصوته وحقق من خلاله شهرة كبيرة قوي، لكن الحظ وقف قدامه وقتها وما قبضش اي فلوس عليه. واللي عمل له الشريط ده هو طارق عبد العزيز مدير اعماله حاليا، وهو اللي حفظه الاغاني وعلمه كتير قوي عشان يطلع الشريط بالشكل المطلوب. وبالمناسبة ده كان الشريط اللي غنى فيه اغنية زمان الوحوش، وفضل يطور من نفسه لحد ما نجح وبقى بيحيي حفلات جوه وبره مصر وما بيلحقش عليهم، ومفيش حد دلوقتي مش حافظ اغانيه اللي كلها ترندات. البحراوي مرتبط بعيلته ارتباط كبير، خصوصا امه اللي لازم كل يوم ما ينزلش الشغل غير لما يعدي عليها تدعيله، وحبه للعيلة والاستقرار ده اللي خلاه يخلف 8 عيال، وشكله كده عاوز يقفلهم دسته.